السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدين الأعزاء، أوفياء قناة القرآن الكريم، أوفياء برنامجكم الفني حديث الروح. في حديث الروح ننصت لآية الذكر الحكيم، نتدبره ونفهم معانيه، نتذوق جمال الأصوات الندية وحلو لغتنا العربية بما تجود به قرائح الشعراء السخية وحناجر المنشدين الذهبية. في هذه السهرة مشاهدينا الأعزاء أرجو أن تستمتعوا وتستفيدوا معنا في ما سيقدمه لنا الأساتذة الأفاضل من مشايخنا ومن شعراء ومن فنانين منشدين أيضا. باسمكم مشاهدين الأعزاء أرحب بحضور الكريم شيخنا الفاضل الشيخ موسى عزوني. أهلا وسهلا بك. وأهلا بالإخوة الأكارم. مرحبا المشاهدين، مرحبا بكم. أرحب بشاعرنا لهذه السهرة الذي نستضيفه معنا للمرة الثانية الأستاذ حسين عبروس. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا بكم أستاذ يوسف سلطاني والفرقة فرقة سماء. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا، مرحبا أستاذنا الفاضل. أرحب بعلي صحراوي المنشد المتألق والمتميز أيضا من صوته. أهلا وسهلا بك. أهلا بك. أهلا وسهلا بالمتابعين. مرحبا المشايخ. أهلا وسهلا. موضوع مهم جدا سوف تتحدث عنه هذه الآيات الكريمات التي سننصت إليها، بعد ذلك سنستفيد وننهل من معين علم شيخنا الفاضل الشيخ موسى عزوني في شرح وإبراز بعض معاني هذه الآيات الكريمات. ننصت إلى الآيات من سورة الإسراء ثم نعود بعد ذلك لننصت. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض لهما صدق الله العظيم. كانت هذه الآيات بتلاوة عطرة من المقرئ الشحات محمد أنور رحمة الله عليه. قبل الحديث عن المقرئ وعن هذا الصوت المتميز،
شيخنا الفاضل الشيخ موسى عزوني في ظلال هذه الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما أمتع ما سمعناه وما أنفس ما ذكر من ذكر آي القرآن على لسان هذا المقرئ الشيخ شحات أنور رحمة الله عليه وعلى كل المقرئين وعلماء الأمة. كيف لا والحديث حديث قرآن، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، إنه القرآن العظيم الذي يرسم في سورة الإسراء تلك الصورة للعلاقة التي يجب أن يكون عليها الأصل والفرع. كيف يجب أن تكون أو أن يكون رابط الفرع مع الأصل؟ كيف يجب أن ننظر إلى من ساق الله من خلاله نعمة الوجود إلينا؟ لأننا ننعم بنعمة الإيجاد ابتداء، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ معنى ذلك أن نعمة الإيجاد من العدم إنما سيقت من خلال الوالدين، فهذه نعمة يجب أن لا تنساها. فربنا عز وجل قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. العقيدة ومرمى الشارع الأول إنما هو توحيد الله عز وجل، ولكن انظر إلى هذا الربط الماتع وإلى هذه العلاقة الوثيقة بين الركن الأساسي وهو توحيد الله. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يقابله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الأنبياء والرسالات والمناهج كلها جاءت من أجل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فانظر إلى هذا الربط العجيب لبيان قدسية وعظمتي الذي ثنى الله بعد ذكر التوحيد عليه، وهو قيمة الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهناك قال: أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر. لاحظ أخي طه، مسألة الكبر سنة، سنة كونية، سنة آية من آيات الله في خلق الأنفس. الله الذي خلقكم من ضعف، وقراءة من ضعف في حفص، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. هذه الآية سجلت ثلاث مراحل من مراحل خلق الإنسان وتطوره. الآية الرابعة هي الآية التي تتكلمت على أرذل العمر، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. عندما يكبر الوالد وقد يصل إلى ماذا؟ إلى درجة أرذل العمر، أحدهما أو كلاهما، فقال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر. رغم أن هناك من يحرم بسبب وفاة أحدهما أو كليهما فيعيش اليتمى فلا يرى ذلك، كيف سيقول؟ أين هذه الآية معي؟ ما وقع هذه الآية علي؟ نقول من باب التغليب. من باب ماذا؟ التغليب. كقوله تعالى: ثم أماته فأقبره. قد يقول قائل: إذا كان الله قال ثم أماته فأقبره، ونحن نعلم أن من الناس من يحترق بسقوط الطائرة، وهناك من تفترسه الأسود، وهناك من تفترسه الحيتان في البحر ونحو ذلك، نقول من باب التغليب: كم من إنسان لا يدفن وكم من إنسان يقبر ويدفن. تماما كما هذه الآية، الأصل ليس اليتم، وإنما الحالة الطبيعية هو وجود
الأب والأم مع الأولاد، لكن هناك من يعيش اليتم. طيب، إما يبلغن عندك الكبر. أنا دائما أقول للإخوة وأنا أتكلم على مثل هذه الآية، لابد أن تتدبروا الحرف والكلمة والآية والسورة. كلمة عندك هنا في القرآن، عندما قال تعالى وضرب الله مثلا، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون آسيا بنت مزاحم، إذ قالت رب ابني لي عندك، لاحظ ما قالتش بيتا، اختارت الجار قبل الدار، عندك. فتمام النعمة ليس فقط في أن أكون في الجنة، ولكن بأنني أمام هذا الجبار أريد أن أكون عند العدل سبحانه وتعالى عندك. خوفي من فرعون مأمنه عندك، فطلبت العندية قبل ماذا؟ الدار. ولهذا عبد الله بن المبارك سمع بأن رجلا يريد أن يبيع داره بمئتين درهم، فاحتج عليه الرجل، قال يا فلان إن بيتك لا يساوي إلا مئة، قال ولكنك ستكون جار عبد الله بن المبارك. فسمع عبد الله بن المبارك فأعطاه 200 دينار وقال لأنك تقر وتعرف قدر جارك، أنا لا أسمح في جار يعرف ماذا؟ قدر جاره. في آية أخرى في كلمة عندك، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عنده، لأن القائل يقول فتحت قبر الشهيد ورأيته فلم أرى النعيم، نقول له عنديتك أنت ليست هي عندية الله سبحانه وتعالى. الله لم يقل فرحين ويرزقون فرحين عندك، إنما الشهيد يرزق وفرح عند الله، الرزق للمادة والفرح للمعنوي. وقال تعالى عند ربهم، لاحظ كلمة عند ربهم هنا، لماذا جاء بكلمة عندك الظرفية؟ لماذا؟ من بين معانيها لكي يقول لك تذكيرا بأنك كنت عندهما، ربما كنت صغيرا وكبرت وهذا هو الطبيعي، فمشت بك الحياة، فإذا بأحدهما أو كليهما تنخار الصحة ويضعف البصر وينحني الظهر ويشيب الشعر، فتأتي عليهم صروف الزمان في مادة التعمير، فإذا بك تنسى بأنك كنت عندهما. ثانيا، أن الأصل أن الوالدان لا بد أن يكون عندك، لا بد أن يكون عندك، لا أن يكون في مركز عجزة أو في بيت آخر، كما كنت عندهما يجب أن يكون عندك. ثلاثة، عندك، إياك أن تظن بأن عندك الآن هي نفسها عندما كنت عندهما، النية تختلف. كنت عندهما فتمنيا لك البقاء، وهما عندك تقول أسأل الله أن يموت عندي، وشتان بين من يخدمك ويقول أسأل الله أن تدوم لتدفنني، وبين من يخدمك أو تخدمه وتقول يا رب والدي يموت عندي، وش جاب النية هذه للنية هذه؟ هذا لمن يخدم والديه نقول له ما أديتش حقهم لاختلاف النية. أنا ما سمعتش أم ولا أب يقوله يا رب كبر وليدنا ويموت عندنا. من أشد أنواع البلاء أن يدفن الأصل الفرع، أن يدفن الرجل ولده، كما حدث مع سيدنا أبا حنيفة النعمان، وحدث مع سيدنا عمر بن عبد العزيز، أمر مؤلم، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، ولكن الابن عندما يبلغ قمة الطاعة يقول لك الحمد لله والدي ماتوا عندي وقمت بهم ودفنتهم. إذن حتى في النية، لاحظ الآية، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، ما الفرق؟
يكونوا اثنين ولا يكون واحد؟ الذي يكون مع أمه غير الذي يكون مع أمه وأبيه. يحيى كان عنده الوالد والوالدة، قال ولم يجعلني جبارا عصيا، وعيسى ابن خالته قال شقيا، ولم أكن جبارا ولم يجعلني جبارا شقيا. ما الفرق بينهما؟ الابن إذا عصى أباه يغضب عليه، فإذا بالأم تطبطب على الوالد فتقول إنه ابننا، سامحه وليدنا وصغير وطيش الشباب ويعقال. فإذا عق أمه جاء الأب ليلا وقال لها معليش وليدنا ما تغضبيش عليه ودهيله، فسمي عصي. لكن لماذا سمي شقي؟ لماذا عيسى عليه السلام دعا الله سبحانه وتعالى لا يكون شقيا؟ لأن الأم بدون أب، ما عندوش بابا عيسى عليه السلام، والأم بدون زوجها تكون مقهورة على عدم وجود الزوج الأنيس. فإذا ابتليت بولد عاق زاد الهم هما آخر، فمن ظلم أمه بدون وجود والده فهو شقي وليس عاصي، والشقاوة أشد من العصيان. العصيان يتوب منه والشقاوة والعياذ بالله. ولهذا قال أحدهما أو كلاهما. إذن الزمن إما أن يأتيك بفقدانهما، إما أن تفقد أحدهما أو أحدهما. فقال تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. لماذا قال تعالى ولا فلا تقل لهما أف؟ لعلمه بأن أحد الوالدين أو كلاهما سيخطئان في يوم ما، فتحضير لطبيعة المعاملة أن لا تقول أف. وهنا أوضح جزئية، ليست الطاعة فقط عندما لا يخطئ الأب أو الأم، الطاعة تكون ألزم حين يخطئ الأب أو تخطئ الأم. احنا كوالدين نقدر نخطئ مع أولادنا، احنا بشر، ولكن أمر الله عز وجل الولد أن لا يقول أف. وأف عبارة عن حرفين ما همش كلمة، ولو أن ثمة كلمة أقل من أف لقالها الله عز وجل. وأف هو جمع الهواء في نفسك، إشارة إلى التضجر وعدم الرضا والسخط، هذا أقله. ثانيا سد ذريعة السباب وسد باب الشحناء ورفع اليد. ولهذا عجبا لمن يتجرأ على الضرب، وصرنا نسمع في حياتنا الولد يضرب أمه والولد يضرب أباه والعياذ بالله. نعم هذه كارثة. حدثت أحد المحامين قلت له ما هي أكثر القضايا في الأروقة؟ قال لي قضايا الميراث والطلاق وتعدي الفروع على الأصول في الجزائر، تعدي الفروع على الأصول في العالم الإسلامي للأسف الشديد. يقرؤون قرآن يقول لهم فلا تقل لهما أف ويرفع يده ويسب. اثنين لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ويهجر أمه شهورا ويهجر أباه شهورا لا يكلبه، وربما لا يضيع صلاة في مسجد، كبيرة من الكبائر. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. رفع الصوت على مساحة يحس فيها الوالد بأنك نهرته. وأقول كلمة، إذا خافك والدك أو خافتك والدتك فاعلم بأنك عاص. لو أن والدك أو والدتك تقول لك والله إني أخافك فاعلم بأنك في مساحة المعصية، لأنه من المفروض واخفض لهما كما سنذكر، فلما لم تخفض لهما أحدثت رعبا في قلوبهما. فإذا خاف الأصل الفرع أين الإشكال؟ الإشكال في الفرع لا في الأصل. كيف استطعت أن تصل في مساحة يخافك من كان سبب في وجودك؟ أن تلد الأمة ربتها، عجيب. إذن هي تراكمية، تراكم أخلاق ماشينة دفعت الوالد أن يحتاط منك مساحة قبل أن يكلمك. احذر هذه المساحة،
ماكش تخفض الجناح، لا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. القول الكريم هو كل قول يجعل قرة العين دمعة باردة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، هي الدمعة الباردة التي تنزل من العين لأحد الوالدين بسبب رؤية مشهد مفرح. ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. شبهها بتلك الحمامة الأنثى التي تخفض جناحها على ماذا؟ على فراخها. خفض الجناح التواضع، خفض الجناح التواضع، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أبين فائدة قوية جدا. قال وقل رب ارحمهما، هذا دعاء استشرافي للمستقبل لم يتحقق، إنما هو دعاء ليتحقق. لماذا؟ لأنه قال يا ربي، أما ما تحقق فهو التربية، فيا ربي قد رأيت في حركة الحياة بأن ما تحقق أنهم ربياني صغيرة، فاجعل تحقيق الأمنية في المستقبل كما رأيتها في عالم المشاهدة قد تحققت، فكما تحققت تربيتهما لي ارحمهما يا رب وكافئهما تماما بتمام. فدعا بهذا الدعاء بناء على ما رأى، فقال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إن هذه الآيات الماتعة هي أصل من أصول هذا الدين. وأقول وباختصار، رضا الله في رضا الوالدين. بالجزائرية اللي ما دايرش الخير في والده ما فيهش خير في حتى واحد. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. طلب مني أحد الناس مرة أن أتوسط إلى أمه حتى أفهمها حقوقه، فقلت له عجيب أمرك، أتطلب وساطة بين من قال النبي الجنة تحت أقدام الأمهات وإن كان الحديث فيه كلام؟ الوساطة أن تشتري شيئا هدية وتذهب فتقبل قدمها فقط، فقط هذه هي الوساطة. يا أبنائي يا إخواني يا بناتي، لا يوجد ربح معركة مع الوالدين، ما تربحش المعركة مع والديك. لا يمكن لإنسان عاقل أن يقول حاججته فهزمته. أنت تتكلم على من؟ على والدك. يا إخواني، جاءني شاب فقال لقد أهانني أبي أمام زوجتي، وقال آخر أهانتني أمي أمام زوجتي وأولادي فصفعتني. قلت له هل تعرف سيدنا إبراهيم؟ إن إبراهيم كان أمة واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال له والده لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك واهجرني ماليا. ألاحظ سيدنا إبراهيم يقول له يا أبتي إني قد جاءني من العلم، يا أبتي لا تعبدي الشيطان. بابه ما قالوش يا بني، في منتهى الشدة، يا إبراهيم يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني ماليا. قال له القول الكريم سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. أيها الإخوة، اللي ما عندوش الخير في والديه ما فيش داعي يفتح ملف آخر، لن يقبل الله منه شيئا. إذن علينا أن نفهم هذه المعاني وحقوق والدينا في حياتهم وحقوقهم حتى لما يموتوا، في الدعاء لهم وفي الخير وفي صلة من يحبون، إلى نحو ذلك مما سنذكره إن شاء الله. بارك الله فيك، شكرا جزيلا وأحسن الله إليك على تبيان هذه الدرر الغالية الجميلة والراقية. أسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ننصت مجددا مشاهدينا الأعزاء إلى هذه الآيات البينات من سورة الإسراء، ثم لنا عودة بعد ذلك لننصت. وقضى ربك ألا تعبدوا وقضى ربك ألا
فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. إن شاء الله أن يجازي خير الجزاء المقرئ على هذه التلاوة الطيبة العطرة فضيلة الشيخ شحات محمد أنور. سيدنا الفاضل أستاذ يوسف، كلنا شوق لنستمع إلى تحليل النغمي لهذه الآيات. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربي صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. طبعا استمعنا معا إلى قمة من قمم القراءة والتلاوة في العالم الإسلامي. إنه الشيخ الشحات محمد أنور من مواليد عام 1950، وتوفي رحمه الله عن عمر نهز 58 سنة عام 2008، رحل عنا. لكنه ترك درتان، ترك قارئان يعني سطع نجمهما في العالم الإسلامي، ألا وهما محمود وأنور الشحات. طبعا لا أقول فاق والدهما، لكنهما يعني واصل المسيرة، وهما يصلحان بصوتيهما في مجالس التلاوة والقراءة. ولك أن تذهب إلى ربما إلى اليوتيوب أو إلى عالم الأنترنت حتى تستمع إلى هذين الصوتين البديعين. قلنا الشيخ شحات محمد أنور من كبار القراء في العالم الإسلامي، اعتمد قارئا بالإذاعة سنة 1979. أنا ذا كانت الإذاعة طبعا هي طبعا أول إنجاز يعني يتحصل عليه المقرئ أو المنشد أو غير ذلك. وسجل آنذاك المصحف المرتل في الإذاعة، وله تسجيلات حية في العديد من المحافل والجلسات القرآنية. كل الأوصاف التي تقال في الصوت الحسن يمتلكها الشيخ رحمه الله. وكما استمعنا إلى أدائه، فإنه قد تأثر بمجموعة كبيرة من القراء السابقين، فنجد في صوته إن صح التعبير فسيفساء من عدة أصوات، من عدة أداءات لمن سبقه من القراء. نلمح في أدائه ما يقوم به الشيخ مصطفى إسماعيل من إبداعات في تلاوته، نستمع إلى الشيخ محمد رفعت، إلى الكثير ممن سبقه فتأثر بهم وجمع بين عدة أساليب صنعت هذا الصوت الرائع. قرأ الشيخ الآيات البينات بداية، وكانت الحظ الأوفر لنغمة الهزام كما يسمونها في المشرق السيكا أو السيكا. استمعنا لاستفتاح بديع من نغمة الهزام. الشيخ كان يصول ويجول صعودا ونزولا بين القرار والجواب في مساحة طويلة عريضة بصوته. درجات سلم هذه النغمة يعني شبعها بامتياز. ونغمة الهزام كما هو معروف هي نغمة شرقية بامتياز، وأيضا يسمونها النغمة الإسلامية لأنها تناسب العديد من المضامين الروحية، وعلى رأسها تلاوة القرآن الكريم. المميز في تلاوة الشيخ رحمه الله ثراء الصيغ النغمية. نجد أنه لم يكرر جملة واحدة، فلما يعني يؤدي الآية بصيغة معينة حتى وإن كرر الآية لا يكرر الصيغة النغمية فيأتي بصيغة أخرى. هذا دليل على يعني
ثقافته الواسعة بعلم النغم وتلك المكتبة الصوتية الخزان الذي كان يمتلكه. هو لا يكرر الجمل النغمية. أيضا استمعنا إلى الزخارف أو تلك الحليات أو التزيينات التي كان يقوم بها، والعرب تلك الخراجات التي يخرج من نغمة الهزام إلى مثلا فرع أو جنس البياتي ثم يعود إلى غير ذلك. بالمختصر أنه كان يبذل قصارى جهده في تحسين وتزيين تلاوته طاعة للمصطفى أيضا، فهو مذهب في التلاوة من جانب النغمي، زينوا أو حسنوا أو زينوا القرآن بأصواتكم، فهذا مذهب بديع وجميل في تلاوة القرآن الكريم. فتراوحت تلاوته بين التحسين والتعبير والتصوير والاستعراض أيضا. فأنا أعتبر هذا التسجيل هو تحفة فنية نادرة من نوادر الشيخ والقارئ الشحات محمد أنور. كذلك تمكنه من الصوت والأداء ظهر جليا. وشيء ثاني جميل جدا لو لاحظتهم، لاحظنا التفاعل الكبير مع المعاني، فهو في كل مرة يستحضر يعني صيغة معينة أو تفاعل معين يجعلنا نستحضر المعنى الذي يؤديه. في الأخير انتقل من نغمة الهزام، ولعلها التلاوة يعني تكون مقتطفة لها بداية ربما تكون في البيت كما هو معروف وشائع عند قراء مصر، فانتقل للبيت وأختم بالحجاز في آخر الآية. فرحم الله شيخنا الشحات محمد أنور، وبارك الله في ابنيه ودرتيه محمود وأنور الشحات. نعم. أستاذ تستوقفنا يعني بعض صح التعبير الفنيات وبعض يعني الأمور التي نلاحظها في هذه القراءة الجميلة، التركيز مثلا على بعض النقاط، مثلا حينما ذكر مصطلح الذل تأثير فعلا. ذلك يعني تلك فعلا. الفنية التي أزرها وتأثير ذلك على المعنى، تكرار الحكمة أيضا من تكرار تلك أو الآية الأخيرة ثلاث مرات وكل تكرار لا يشبه الآخر فعلا. يعني تأثير هذا الأمر على المعاني، فهم المعاني. نعم، هو فهمه للمعاني وتمكنه من علم النغم، استطاع أن يروض علم النغم خدمة للمعاني حتى قلنا في مستويات دائما نقول فيه الجانب الترتيلي وفيه الجانب التعبيري وفيه الجانب التصوير، ومن يمتلك كل هذه يعني المقدرة الصوتية والنغمية مع فهم عميق للآيات الكريمات يستطيع أن يصور المعاني وأن يحسسنا أننا أمام تفسير النغمي للقرآن الكريم، فهذا الشيء الذي تفوق فيه الشيخ رحمه الله. رحمة الله عليه الوسع. شكرا جزيلا، بارك الله فيك لهذه الشروحات القيمة والمهمة جدا. إن شاء الله حينما ينتهي موسم برنامج يعني ننتهي بشهادة بالشهادة أننا تعلمنا. أنا شخصيا أتعلم يعني من الأستاذ يوسف، وكنت أود أن أسأل حتى نستفيد. يعني في الأول رفع الصوت وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني يرفع الطبقة. نعم. ثم في الأخير واخفض لهما جناح الذل كيف خفض الصوت. سؤالي نسألك أخي يوسف، هل مقصود كأنه منذر كأنه إنذار؟ نعم، هو حين رفع الصوت يعني هل عندما رفع الصوت هو الأسلوب الأمثل ليحدث ذكرا لهذا الإنسان كأنه نذير له؟ نعم. يعني الواحد رد بالك، رانا نتكلموا على التوحيد وربطها ربي بعد التوحيد مباشرة بالوالدين، فرفع النبرة. نعم. وقع النبرة هنا مؤثر أشد. أنا لا أعرف المقامات، ولكن أنا شعرت من خلال لما رفع صوته كأنه منبه قوي. نعم. ويقصد معاني يقصده لذاته. نعم، هنا كما تفضلت شيخ هناك أدوات نغمية. نعم. نستطيع أن نستعملها حتى نعبر أو نصور المعاني. أيوة. فرفع الصوت وخفضه يعني من حيث قوته وشدته، هذه وسيلة أو أداة من الأدوات. صحيح. الصعود بالصوت إلى درجات العليا، يعني ما نتكلم عن الحدة والغلظ. نعم. فنتكلم عن الصوت الحاد الذي نرتفع به إلى الجانب الحاد من أصواتنا. صحيح. والصوت الغليظ أيضا، هذه أداة ثانية، أداة أخرى لما نغير النغمة أو المقام، أداة أخرى من الأدوات. صحيح. مثلا لما نزخرف مثلا لفظة قرآنية معينة ونترك أخرى، لما نعبر بعربة معينة، كل هذه الأدوات هي التي يعني يستحسب الإنسان عنده أدوات ويصنع شيء معين أو يحاول أن يعبر عنه، مثلما مثلا الشاعر عنده مثلا مجموعة من الكلمات، مجموعة من الأساليب إلى غير ذلك حتى يستطيع أن يعبر عن معنى معين. فكما تفضلت، فرفع الصوت مع شيء من التشديد
يعني يناسبه كثيرا. نعم. الارتفاع بالصوت قوة وحدة. صحيح. نعم. بارك الله فيك. بارك الله فيك على هالشروحات المهمة جدا. علي، إذا تحدثنا في موضوعنا في هذه السهرة عن موضوع الوالدين، ففي مجال الفن والإنشاد نجد بابا واسعا يتحدث عن الوالدين، عن حب مثلا وطاعة الأم، عن إلى آخر ذلك من بعض الأمور أو بعض المظاهر ظواهر عفوا الاجتماعية اليوم، عن حقوق الوالدين، عن صلة الرحم إلى آخر ذلك. ما هل يهتم المنشد اليوم ب يعني ضرورة أداء مثل هذه الأناشيد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله المنشد هو يعني أكيد راه يبلغ رسالة، يعني ليس فقط في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، يعني خاصة في المظاهر الاجتماعية، يعني احنا يعني المجتمع يحتاجنا كثيرا. ما دام يعني احنا اتخذنا هذا الطريق وهو طريق رسالي، أكيد المنشد الآن مسؤول ولازم يبلغ هذه الرسالة، خاصة في بر الوالدين، لأنه المجتمع الآن محتاج إلى مثل هذه يعني هذه الوصلات أناشيد يعني تناسب عن بر الوالدين، عن طاعتهما. الحمد لله احنا يعني كثير من الحفلات يعني نأدوا دائما الأناشيد عن الوالدين، أيوة الحمد لله يعني يتجاوبوا كثير معنا، يعني تجد استجابة، يعني يعطيك الصحة، يعني يتجاوبوا معنا والحمد لله. يعني احنا دائما ان شاء الله يعني الإنشاد هذا ما يختصرش في موضوع معين فقط، يعني كل يعني دائما تكون يعني أعمال اجتماعية في بر الوالدين إن شاء الله. نعم. نستمع إلى أول عمل في هذا الموضوع. رب لطاك يما يحنينا، جنة تحت قدامة لشقى ولغبينا. رب لطاك يما يحنينا، جنة تحت قدامة لشقى. تحبني كي تشوفي فيا كيف فرق عيني.
شكرا وأحسنت علي سحراوي على هذا النشيد الجميل في معانيه وفي أدائه أيضا وألحانه وبراعة الإيقاعيين والموسيقيين. شكرا جزيلا للجميع على هذا النشيد الجميل، طبعا له أثر كبير جدا في النفوس، كل من أنشد ويعني قصد هذا المواضيع وتحدث عن الأم والوالدين إلا ونجد له وقعا في النفوس على غرار وقع الكلمات التي يتحفنا بها فضيلة الشيخ، نجد أيضا للإنشاد وقع. أستاذ حسين، وأنتم تهتمون بالكثير من القضايا في المجتمع، نتحدث عن المشهد الفني في مجتمعنا اليوم على غرار فترة سابقة نجد أن النظر إلى مجال الإنشاد وكأنه متخصص أو يتخصص فيه بعض من الناس الذين لهم صلة وثيقة بالدين وبالمسجد فقط ولا يهتم بذلك غيرهم من الناس، وكأن هذا الخطاب فقط يوجه للمتدينين بين قوسين صح التعبير. كيف تجدون المشهد اليوم؟ هل يمكن أن نقول بأن اليوم حقيقة الفن ما يتعلق بالإنشاد ارتقى إلى مستوى أكبر مما كان عليه من قبل؟ شكرا. بودي أن أنا لي ملاحظات كثيرة مما سمعت، ودون شك سأرجع إليها لأنها مهمة جدا في القراءة وقبلها في الحياة. في فترة من الفترات في العصر الأموي كان جرير يمر مع مجموعة من أصدقائه وتوقف وراح يقبل شيخا كبيرا، قيل له من هذا يا جرير في العصر؟ قال لهم هذا الذي فخرت به 80 شاعرا فغلبتهم. وهذا شوف قيمة الوالدين. لما نرجع إلى الآية أفن، كلمة أفن اسم فعل أمر، فهذه الكلمة أعتقد أنا وفهمي الخاص جدا لهذه الجزئية في الآية، لو تقولها في السر تاعك أنت مأثوم عليها. نعم، لو أنا لا أفتي ولكن هذا إحساسي، لو تقولها أنت في السر تاعك أنت مأثوم عليها. الآية الصورة اللي كان قدمها الأخ سلطاني قال رفع الصوت وخفض الصوت، هذا اجتهاد منه هو، ولكن فهم آخر أنا أفهمه، الآية لما استخدمت الرمز الطائر في الآية فالرفع تحليق والنزول والخفض إخفاق خفض فيه، فهذه فنيات من فنيات كل فنان يدرك أبعاد الآية، لأن هذه فنيات فيها تأثير في المعنى قبل أن يكون في الصوت. نرجع إلى موضوع الإنشاد. الكثير من الظن أن الإنشاد هو مساحة من القول للتغني بأمجاد معينة أو بذكر محاسن معينة، ولكن الإنشاد هو جزء من فنيات الروح التي يحتاجها الإنسان، فبالتالي نحن نحتاج إلى أن نطعم هذه جمالية الروح بما نسمع من قول، قد يكون بالتعبير الفصيح أو بالكلام العامي، وهذا ليس حكرا على شخص معين، ولكن كيف يمكننا أن نصل إلى أعماق الآخرين من خلال ما نقوله بالكلمة المعبرة المؤثرة وفي نفس الوقت الفنية وفي نفس الوقت الصوت الذي نؤدي به. فكثيرا من الناس يحفظون أشياء من خلال الصوت، ونحن نتكلم على تربية الأطفال وللجيل، فكثير من أطفالنا حفظوا أغاني ربما ما كانش ينتبه لها الكبير. إذن هذا الإنشاد هو جزء فني مهم جدا وهو أساسي في ثقافتنا الروحية. بارك الله فيك أستاذنا الفاضل أستاذ حسين، لو نستمع إلى قصيدة تختارها لنا في هذه السهرة. سأقرأ مقطعين، واحد للأب واحد للأم. نعم، إن شاء الله.
يحنو علي رأسه حين أقبله، يحنو علي رأسه حين أقبله، يحنو علي قلبه حين يقبلني. من ذا رأى قلبا يغيب في الابتهالات بالدعوات، ويرحل في فيض محبته ملء الروح ندي القبلات. تفضل. أهواك أم الغالية، أهواك أم الغالية يا زهرة في الرابية، أنت الحياة الباسمة، أنت السواق الجارية، بين الحقول المزهرة تروي الكروم الدانية. أهواك أمي الغالية يا زهرة في الرابية، أنت الحياة الباسمة، أنت السواق الجارية، بين الحقول المزهرة تروي القطوف الدانية. أنت الهوى أنت المنى، أنت السماء الصافية، يا همسة بين الدروب، يا نجمة عند الغروب، لا تنطفي لا تختفي، يا نسمة بين القلوب، في حضنك تحلو الحياة، يا بسمة كل الشعوب، من صرحك يبنى المقام، حيث الهوى باق دؤوب. أهواك أم عابدة، من لي بها من ساجدة، أهواك أم عارفة، من لي بها من رائدة، أهواك أم حازمة، أهواك أم عابدة، من نبعك يحلو الشراب يا روح أمي الصامدة. الله ما شاء الله، جميلة جدا هذه الكلمات الرائعة وهذه القصيدة، إهداء للأم من إلى أمهاتنا جميعا وإلى أمهات كل من يشاهدنا ويتابعنا. شيخ موسى، في هذا الموضوع حديثه طبعا ذو شجون، تحدثنا عن الوالدين وعن البر، ولكن إذا انطلقنا من الواقع في جزئية مهمة جدا لو تزيدنا فيها يعني نصائح وقبسات نورانية لعلنا نستضيء بها في حياتنا خلال هذه الآيات الكريمات. الكثير من الأبناء اليوم خاصة حينما يكبر ويشتد عود الابن أو الشاب، فقد يخاصم والديه في هذه الحياة بأمور دنيوية، بمال أو بسلطة داخل المنزل أو بأمور هكذا، يعني لا ترتقي إلى أن تكون سببا في الخلاف الذي قد ينشأ بين العديد من الأبناء مع والديهم، وقد يكون يعني من مخلفاتها أن يكون هنالك الفراق ويعني الهجران لمدة طويلة. مما نأسف له بلا ريب ولا شك هو تلك المظاهر المشينة التي صارت في مجتمعنا اليوم، والتي يقطر منها القلب دما، لأننا عندما نتذكر بأننا ننتمي إلى الرحمة المهداة، إلى صاحب الرسالة، والذي جاء بقرآن يخاطبنا الباري عز وجل بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس، فكيف يكون الإنسان مدعيا للخيرية وهو مسيء مع أقرب الناس إليه، يكون مسيئا إلى من كانوا سببا في وجوده. وعندما أتكلم على أقرب الناس لك في صلة الرحم، فإنما أجد بأنه الأب والأم، والأمة التي لا تصل رحمها هي أمة لا تستحق البركة في أعمارها، لأن الحديث من أراد أن ينسأ له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. وربنا عز وجل امتدح صفات أناس استحقوا الجنة بقوله جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم، جاء بصفة الصبر، لأن صلة الرحم تتطلب صبرا بالذات، ومكافأة من صبر على هذه اللحمة أن شد أوصالها ولم يقطعها، قال تعالى وتقطعوا أرحامكم، والعياذ بالله. قال تعالى امتدح الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، إذن الذي يوصل عكسه الذي يقطع. وأشد الناس
قطعا للرحم هو الذي يهجر الأب أو الأم أو يهجر والديه كليهما. وهذا رأيناه في حياتنا، رأينا سوء الأدب، رأينا الغلظة، بل بلغت الدرجة أنني كما ذكرت في المداخلة الأولى هناك تعدي الفروع على الأصول للأسف الشديد. ومن التعدي أن يفكر الرجل الذي بلغ أشده أنه منزعج بوجود والديه ويفكر لهما في مخرج آخر فيأخذهما إلى دار العجزة. ألسنا قد حضرنا وشاهدنا عبر محطات وحتى عبر قناتنا المباركة القناة الخامسة حوارات من دور العجزة؟ فتلك تبكي وتنادي على ابنها، وذاك يبكي فيقول لماذا تليفوني لا يرن. هذه قصة حقيقية، حين ذهب الرجل يريد أن يصلح هاتفه فقال له صاحب المحل إن هاتفك صالح لا فساد فيه. فقال لما لا يرن إذن؟ لأن أولاده هجروه. فأنا أسأل الأبناء ابتداء عن أي رحمة تتحدثون؟ ثانيا أخاطب الزوجات، الزوجة التي ترى زوجها قاسي على والده كيف ارتاحت لهذا الزوج؟ ما هي معايير اختيار الزوج لا يكرم والده؟ اثنين، أنت أيها الزوج إذا رأيت قساوة من زوجتك لأهلها كيف ارتحت واخترت هذه المرأة؟ إذا رأيت أنت زوجتك ما هيش رحيمة باباها ويماها ولا توصي بخير لهما وما تكرمهمش، إذن الخير متبادل والشر متبادل. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. الزوجة تعين زوجها على طاعة وبر والديه، والزوج يذكر قوله تعالى وأمهات نسائكم، وهذه أضع فيها خطين. إذا أردت أن تكرم زوجتك والديك، أنت ثاني أكرم والديها. ما تعتبرش بالمصطلحات العرفية، هم يقولوا راهي يحب نسيبته، هم يقولوا يطيع نسيبته، راه عند نسابه. هذه المصطلحات يا إخواننا لازم تتبدل. لما احنا نولوا عائلة واحدة ويولوا عموم ولادي وإخوال ولادي وهذه يمه وهذه يمات زوجتي، كيفاش انا نجي ندرس لزوجتي نقول لها قولي لها يمه واعتبريها يماك واعتبريه باباك وتأقلمي على حياتنا؟ وهي المطلوب منها انها تطبع على اخلاق العائله التي جاءت اليها. لا نطلب من الام ان تصير هي الصغيره او من الاب ان يصير على خلق عروسته، ولكن بالمقابل ايضا هذا الزوج يعتبر باللي هذا الرحم اللي جات منه هذا المرأة اللي هي الأم من سيبته وأمهات نسائه أو باباها ثقته فيهم هي اللي خلاته يتزوج ببنتهم، وبالتالي احترامه لهما يتولد عنه أن الأمة تتواصل بالصبر وتتواصل بالمرحمة. وتولي يمات هذه الزوجة من المفروض أن تقول لابنتها ردي بالك يا بنتي، ردي بالك، راه اللي ما يديرش الخير في يماه وباباه راه ما يديرش فيك الخير. نحن نرى مشاهد في بعض المساحات، في بعض المساحات الحمد لله ماشي كثيرة، ولكن في بعض المساحات الزوجة التي لا تعين، الزوج الذي لا يعين زوجته على الطاعة. إذن الخير متبادل، النفع متبادل. لابد أن الأولاد اللي راهم يسمعوا فينا ندعوهم أنهم يتذكروا هذا المعنى. اليوم راكو شباب، راح يولي اليوم يجيك اليوم اللي تولي أب، وانتي يجيك اليوم اللي تولي أم، وكما تدين تدان. ولهذا كان ابن الجوزي يقول في صيد الخاطر إذا رأيتم الرجل قد أهين في كباره فاسألوا ما فعل في شبابه، لعل خطورة ما أحدثت. لهذا أقول إياك أيها الابن أن
تتجاوز حدك في هذه المساحة، مساحة طاعة الوالدين. الأمر الآخر الذي أريد أن أبينه، إن تكاليف الشريعة جهاد في سبيل الله، خذ الصلاة مثلا، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الحج واش قال فيه النبي؟ جهاد الضعيف. الصيام ماشي سهل، كتب عليكم الصيام، صعب، لازم تصبر عن كل المفطرات. الزكاة إخراج المال اللي تعتقد باللي نتاعك تخرجه. لن يخرج الرجل درهما واحدا حتى يفك لحيي 70 شيطانا، شي سهل. طيب، وتحبون المال حبا جما. انسى كل هذه الأمور وانتبه معي، من أشد العبادات صبرك على خطأ الوالدين معك، من أشد العبادات. طاعة الأم أو الأب حتى عند خطأهما، كل المعادلة مع الناس الآخرين لست ملزما بأن تطيع من أخطأ معك، لكن كي تلحق الوالديك ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ يرفع يده الأب نتاعك وانت بولادك يصفعك، انت تدير يدك من اللور، دير يدك موراك وتسكت. ولم يخاطب الرجل بخطاب ولا تقل لهما أف إلا مع والديك. إذن انتبه، لماذا؟ لازم تسأل نفسك لماذا؟ مش قضية تقديس. العبادة في هذا الموضع هكذا كما قال الأستاذ، قد تكون ولا تقول سرية، صح، أوف، قد تكون. لماذا؟ لأن الانطباع الداخلي يخرج بعدين، صح. مجرد الشعور بالضجر قد تخرجه. ولهذا سد الله بقوله ولا تقل لهما أف، سد بابا حتى لا تضرب، حتى لا تسب، حتى لا تصل إلى مآلات أخرى باعتبار مآل الأشياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسب الرجل أباه. قالوا: أو يسب الرجل أباه يا رسول الله؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب الرجل أباه وأمه. بمعنى باعتبار مآل الأشياء لا تكن سببا في أن يسب أباك سواء حي أو ميت. بمعنى ما تجيب لهمش العار لا في حياتهم لا بعد ما ماتوا، خلاص رد بالك. وكان أبوهما صالحا، ما تجيب لهمش العيب. وبالتالي نتعلم واحد الحاجة، الوالدين لهم يسمعوا فيا. إذا حبيت أولادكم يطيعوكم، شوفوا ربي واش قال: ربي هب لي من الصالحين. ما قالوش يا ربي أعطيني الولاد، ما قالوش يا ربي ارزقني الذرية، قالوا: ربي هب لي من الصالحين. إلا يجيني اللي يشيبني قبل المشيب ويجيب لي العار، ماشي هذا هو الدعاء اللي دعيتك به. فلما قال ربي هب لي من الصالحين كان الجزاء من جنس الدعاء، فبشرناه بغلام حليم. جاءت صفة الحلم تماما بتمام حين قال: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبتي افعل ما تؤمر. لو كان ما قالش ربي هب لي من الصالحين وما قالش بشرناه بغلام حليم، من أين يقول له افعل ما تؤمر؟ لأن قضية ماشي قضية ذرية، صح؟ جاء بصفة الحلم اللي استخدمها بعدين لما ولى 13 سنة. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. بمعنى إذا أردنا الحليم من الأولاد ادعوا الله هكذا: ربي هب لي من الصالحين، ثم تعهدهم بالرعاية، ثم أعطيهم نوعية الزمن للزمن. ما معنى ذلك؟ ما تبقاش تشوف في التلفزيون وتشوف في المقابلة وتحكي وراك مع أولادك وراك في التليفون الآخر. أطفئ التليفون وقل له: يا ابني أنا نعطيك نوعية زمن 10 دقائق مخصوصة ليك خير من نص ساعة وانت مشغول مع 1000 حاجة. أريد من الآباء أن يعطوا نوعية زمن لأولادهم. الخشوع اللي راك دايره في رؤية مقابلة، سلم نفسك لوليدك واحكي معاه. يا إخواننا أعينوا، الآن الرسالة لي كأب وليكم كآباء للإخوة، أعينوا أبناءكم على طاعتكم. يا أمهات أعينوا أبناءكم على طاعتكم. هناك بالمقابل والدين يسهلوا طاعة أولادهم لهم،
وهناك اللي صعبه. أنا أدعو الوالدين أنه يسهلوا لأولادهم باش يطيعوهم. بماذا؟ بمثل هذه المعاني، حتى نتوافق إن شاء الله ونلقاو ربي سبحانه وهو راضي علينا إن شاء الله. بارك الله فيك، نفعنا الله بما استمعنا. شكرا جزيلا شيخنا الفاضل على هذه الدورة الغالية. سيد يوسف سلطاني، الوقت يمضي سريعا، نستمع إلى وصلة فنية تتحفنا بها أظن في موضوع هذه السهرة. نعم، اخترت لهذه السهرة ولهذه الجلسة الطيبة نشيد بعنوان يا ربي أكرم والدي للمنشد الكبير عماد رامي، فهما ذوى فضل علي وكم أملا بنيا علي. نعم، كمال البر للأبوين يهدي كمال البر للأبوين يهدي إلى مرضاة رب العالمين. النفس من عيب وسوء ويرفعها مكان المصطفين. خير المرسلين ويغمرها بعفو من كريم ويكرمها بقرب الطيبين. كما أكرم والدي فهما ذوى فضل علي. يا ربي أكرم والدي فهما ذوى فضل علي. يا ربي أكرم والدي فهما ذوى فضل علي. كم وكم سهر الليالي وكم أملا بنيا علي. وكم أملا يا علي
أجريت الحب في دمي كل أمي يا من وضعت الرحمة في قلبي كل أب يا من أجريت الحب في دمي كل أمي يا من أجريت الحب في قلبي كل أب اغفر لهما يا رب ارحمهما يا رب اغفر لهما يا رب ارحمهما يا رب اغفر لهما وارحمهما وارض عنهما وارض علي يا ربي أكرم والديا فهما دواء فضل عدي والديا فهما دواء فضل عدي كم وكم سهر الليالي وكم أملا بنيا علي يا ربي أكرم والدي فهما دواء فضل علي والدي فهما دواء فضل علي كم وكم سهر الليالي وكم أملا بنيا شكرا سيد يوسف السلطاني على الأداء وعلى اختياركم لهذا النشيد الجميل شكرا للفرقة المرافقة لكم لعلنا لابد أن نستمع أيضا إلى سيد علي في طبعا دون الفرقة سنترك الفرقة ترتاح قليلا ثم نعود إليها أتحفنا بما تختاره هذه كلمات من أنشودة لفرقة الفردوس من الأغواط هي عبارة عن أنشودة أنا حولتها على موال إن شاء الله نتكلم عن الأم تفضل أمي فداك مهجتي وفؤادي يا زهرة الإخلاص والإسعاد لفظ جميل فيه سر وجود فيه الحنان وفيه كل رشاد يما يما انت نور وانت الحنان وانت لمان وانت البسمة الشفايا ربيتي
خفت علي وانا كبير مهما ندير ما نوفي حقك يا نور عيني يا النبي تكلم عليك وزاد وصان عليك ما تنساش والديك هما مفتاح الجنة أحسنت شكرا جزيلا ألف رسالة تصل إلى قلوب مشاهدينا بهذا الأداء الجميل وبهذه الكلمات الرائعة أيضا لعلها تكون خيرا من كثير من الدروس ومن طبعا لا نقلل من الخطب والدروس ولكن جمال الصوت قد يدخل المعاني في القلوب بأكثر المعاني في القلوب نعم ويطبعها أيضا في القلوب لعلي أختم معكم أستاذ حسين في هذه السهرة استفدنا كثيرا من كل هذه الوجوه النيرة ومنكم ومن قصائدكم كلمة أخيرة في هذه السهرة كيف ترون الفن ومستقبله أيضا كيف يمكن لنا أن نأخذ بأيدي كل من يسير في مجال الفن إلى أن يكون مصلحا في المجتمع إلى أن يحمل رسالة يغير بها الأمور إن صح التعبير السلبية في المجتمع إلى الجانب الإيجابي شكرا السؤال رغم بساطته فهو سؤال مهم جدا ويطول الحديث فيه مستقبل الفن صعب جدا أن يتكهن الإنسان مستقبل بدون وجود من يصنع هذا الفن لقد تغيرت المفاهيم الكلاسيكية القديمة لم يعد للمثقف وللمبدع وللفنان الكلاسيكي وجودا الآن في ظل التواصل الاجتماعي وهذه المحطات والتطبيقات الحديثة الآن اللي موجودة عبر التواصل الاجتماعي فصناعة الفن الآن تربية ومن لا يؤسس لهذه التربية صعب جدا عليه أن يحقق غايته هو نحن نتحدث عن الوالدين كان الأستاذ موسى يتحدث برسالة إلى الأولياء ولكن أعتقد أن هذه الرسالة الآن لا تجد قلوبا مفتوحة لتقبلها لسبب بسيط وهو أن المعطيات الآن في التلقي وفي الاستجابة أصبحت شيئا آخر عبر هذه الوسائط التي تصنع بنية المجتمع ثقافيا ومعرفيا وعقائديا الآن بحاجة إلى تطبيق الجيل الجيل المستقبل هو جيل يطبق وأغلب الجيل الذي يمتهن أو يحترف طريقة ما في مجال من المجالات هو لا يبدع هو يقلد فلا يستطيع الإنسان الذي يقلد أن يصل إلى نتيجة معينة ولكن دائما الارتكاز على الموهبة في المجال لما نتكلم على الموهبة سواء كان منشدا أو فنانا أو موسيقيا أو شاعرا أو كاتبا لا بد له من موهبة هذه الموهبة التي ربما نغفلها في الصغار قد تكون مشوهة في الكبار أو قد لا يظهر لها أثرا في الكبار فلذا أقول أن المؤسسات التي تشرف على تربية النشء والجيل أن تراعي هذه المواهب الموسيقية الفنية الإبداعية ابتداء من البيت إلى الأسرة إلى المؤسسات التربوية إلى الجهات المختصة وبالتالي صناعة الإنسان الآن ليس سهلة ممكن جدا أن نبني 1000 عمارة
بأساليب مختلفة وتكون فيها جمالية، ولكن لا يمكن أن نجيب 10 أشخاص ليصنعوا لنا شخص واحد في صورة أرفع أو أجمل. وبالتالي أن الإبداع الآن أصبح يتطلب جهد كما يتطلب كفاءة كما يتطلب مادة، فلا يمكنك أن تكون أن توصل رسالتك إلى الآخر وأنت فقير. وأنا أقول المبدع لا يفتي، الفقير لا يبدع، الفقير لا يبدع، سواء فقير في معرفته وفقير في مادته الإبداعية وفقير في ما إمكانيته المادية. بالتالي هناك يجب أن تكون هناك مؤسسات أو جهات راعية للفن الأصيل الذي يصنع الإنسان ويصنع الحياة ويصنع الجمال ويعطي لنا ضوء الأمل للأجيال المتعاقبة إن شاء الله. بارك الله فيك، شكرا جزيلا على هذه النظرة أستاذنا الفاضل أستاذ حسين عبروس. نختم بوصلة فنية مع ضيفنا العزيز علي صحراوي والفرقة، ما الذي سيؤديه لنا علي في ختام هذه السهرة؟ أنشودة من التراث المسيلي إن شاء الله. نعم بمغام السيكا إن شاء الله، بالتوفيق إن شاء الله، تفضل. باسمك نبدأ يا الله وانت وهاب، سهل لي كلمة عزيزة نبدأ نجوم الليل الضوايا ضوي ما تخافيش اصحاب، يا نجوم الليل الضوايا ضوي ما تخافيش اصحاب، مادام شمل اصحابي معايا مادام شمل اصحابي معايا وتلموا كل الاحلام.
أحسنتم علي صحراوي، شكرا جزيلا على أدائكم المتميز والجميل بهذه النغمات الشجية والأصوات الندية. نختم هذه السهرة الجميلة، شكرا جزيلا علي صحراوي، دمت متألقا في سماء الإنشاد إن شاء الله، كلنا دعاء لكم بالتوفيق مستقبلا في مجال الفن، في يعني بصحة التعبير في أفقه الواسعة. نعم. إن شاء الله أستاذنا الفاضل والمرافق في البرنامج ومدرب لهذه الفرقة الجميلة الرائعة أستاذ يوسف سلطاني، شكرا جزيلا لك على الحضور وعلى الأداء والإفادة. أستاذ حسين عبد الله، تشرفنا كثيرا بحضوركم معنا واستفدنا من أفكاركم أيضا. فضيلة الشيخ موسى عزوني، شكرا وأثابكم الله فضلا جزيلا على الدرر الغالية التي تنفعنا بها في كل برنامج وعدد من حديث الروح. مشاهدينا أعزاء، أنتم أيضا لكم منا جزيل الشكر على كرم الإصغاء والمتابعة. لا ننسى جهود التقنيين والفرقة التقنية في هذه السهرة، نشكرها جزيل الشكر على هذه الجهود المبذولة. شكرا للزميل محمد بو مزبر، المخرج محمد كمال حمزة، تحيات مشرف العام للبرنامج حاج محمد عوادي. لقاؤنا بكم يتجدد الأسبوع المقبل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديث جرى